بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا بنرحب بيكم النهارده في يوم النهارده، يوم بالنسبه لكم يوم تاريخي ويوم فاصل في حياتكم، يعني لان النهارده هنبدا مرحله جديده في حياتكم اللي نستمر فيها بقى في ايه، في ممارسة العمل اللي هو رسالة المحاماة، اللي هو احنا مؤمنين بيه، اللي هو انتم التزمتوا بيه مع نفسكم والتزمتوا بيه لما دخلت كلية الحقوق. واعتقد ممكن تنسيق وممكن بتبقى الرغبات كلها حقوق. فالنهارده عدى الفترة اللي فاتت من العمر اللي هي فترة الدراسة، وطبعا انتهت فترة الدراسة بما لها وما عليها. بدأنا المرحلة اللي هي المرحلة اللي بتبدأ النهاردة اللي هي المرحلة اللي احنا هنستمر عليها طول فترة حياتنا اللي جاية إن شاء الله، لأن إحنا النهاردة هنبقى فيه. بنقول ليه مرحلة جديدة؟ لأن إحنا لغاية النهاردة كلكم كده حاصلين على ليسانس الحقوق، يعني محدش معاه كارنيه، محدش محامي، لكن بعد حلف اليمين هتتغير الأمور تماماً. هتتغير الأمور من ناحية مكانتك الاجتماعية في المجتمع، هتتغير الأمور من شخصيتك اللي هتتولد بعد حلف اليمين. هنا المرحلة دي اللي احنا بنبدأها النهاردة دي مش هتبقى مجرد كلام زي ما كان في الجامعة، لا خالص. المرحلة دي بتبدأ بداية اللي هي رسالة المحاماة، ورسالة المحاماة دي عشان تمارسها لازم لها شروط، ولازم لها ضوابط، ولازم لها التزامات، ولازم تكون انت مقتنع بيها، ولازم تكون واثق من نفسك انك عندك الامكانيات والمؤهلات انك تمارس رسالة المحاماة. لان رسالة المحاماة من اعظم الرسالات اللي موجودة في المجتمع في بلدنا، بل وفي العالم كله. ولذلك حطها القانون بضمانات مش اي حد يمارسها، مش أي حد يمارسها. اللي يمارسها لازم تتوافر فيه المقومات اللي بتؤهله إنه يمارس رسالة المحاماة بما لها وما عليها. طيب النهاردة بنقول مرحلة جديدة. طب المرحلة الجديدة دي مين اللي هيبدأها؟ أنتوا. مين اللي هيعيشها؟ انتوا. مين اللي هيمارسها؟ حضراتكم. مين اللي هيبقى مسؤول عنها؟ حضراتكم. ليه؟ لان الرسالة المحاماة اللي احنا النهاردة بنتكلم فيها دي احنا بنسلمها لكم النهاردة مجرد حلف اليمين، فاحنا سلمناكم رسالة المحاماة. مش بنسلمها كده، لا، ده احنا بنسلمها لجيل قادر على الحفاظ عليها. مش مجرد ان احنا بنحلف اليمين وناخد الكارنيه ونمشي، لا، اللي هياخد الكارنيه ويمشي ويبعد ملوش علاقه برساله المحاماه، وملوش علاقه بالجمعيه العموميه للمحامين. بمعنى ادق، اللي مش هيمارس المحاماه
هيبقى بعيد عن المحاماة، لأن المحاماة مش هتقبله ولا الجمعية العمومية هتقبله. فده اللي احنا بنقول الهدف من حلف اليمين، الهدف من حلف اليمين. طيب يعني ايه بقى الشروط اللي هي تبقى متوافرة فينا عشان نبقى محامين؟ ايه هي؟ لازم نبقى مؤمنين ان الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، مفيش فيه كلام، لان المحاماة كده والرسالة كده وشغلها كده وعملك في رسالة في مهنة المحاماة، ما انت ليك دخل، ليك اتعاب، وانت اللي بتحددها حسب القضية المعروضة عليك، وانت اللي بتحدد اتعابك دون رقيب عليك. طيب الامر ده مش عشوائي، لا، ده الامر ده يتطلب انك لازم يكون علاقتك بربنا هي اللي هتحكم ممارسه مهنه المحاماه بالنسبه لحضرتك. ما هو ما فيش رقيب عليك الا ربنا سبحانه وتعالى، ودي من اخطر ما يكون، ما فيش رقيب عليك لا في عملك ولا في علاقتك بالموكل ولا في علاقتك بأدائك شكله ايه. الامر ده مهم جدا، ولذلك احنا الرسالة بتاعتنا رسالة المحاماة اخطر من رسالة القضاء، لان رسالة القضاء القاضي بيحكم، القاضي بيحكم بيحكم طبقا لوقائع الدعوة المعروضة قدامه، لكن انت كدفاع بتتحمل واقعة الدعوة المعروضة عليك كوكالة منذ أن تبدأ إلى أن تنتهي بحكم من المحكمة نهائي. فأنت عليك مسؤولية كبيرة، عليك مسؤولية كبيرة. إيه هي المسؤولية دي؟ إنك تصل بموكلك إلى بر الأمان أيا كانت الدعوة المعروضة لحضرتك أو حضرتك موكل فيها. طب قبل ما نبدأ بقى نتفاعل مع الواقع اللي موجود في المجتمع، لازم يبقى في عندك أمور معينة أنت ملتزم بيها وربنا خلقها فيك، اللي هي إيه؟ أساس النجاح في مهنة المحاماة الأخلاق. أساس النجاح في مهنة المحاماة، بل أساس النجاح في الحياة بصفة عامة، هي الأخلاق. والأخلاق دي منذ بداية الخليقة، منذ بداية الخليقة وقبل أن تصل الرسالة على سيدنا محمد، كانش فيه لسه رسالة ولا فيه إسلام ولا فيه حاجة. ليه بنقول الأخلاق هي عماد النجاح في الحياة؟ لأن الأخلاق دي إذا تحلينا بيها كل أمور حياتك هتبقى ميسرة. ليه؟ لأنها من عند ربنا، لأن الأخلاق ده، الأخلاق دي موضوع مش أنا اللي بعمله ولا حضرتك، لأ، ده مخلوق، إحنا مخلوقين بيه. هو الإنسان إيه؟ مشاعر وأحاسيس، كل حاجة ربنا خلقها لها عمل، كل حاجة ربنا مش خلق، لا كده ربنا خالق كل حاجة فينا لها وظيفة ولها عمل ومكونة للإنسان، وأي حاجة تنقص ما تقدر، حدش يقدر يعوضها. ولذلك قلنا الأخلاق دي هي عماد الحياة. طب الأخلاق دي بقى عشان بنقول مش إحنا اللي بنعلمها، لا، ده إحنا بنذكر بيها، إحنا بنذكر بيها وبنتأكد عليها،
بنأكد عليها، بنأكد عليها دايما. ليه؟ لأن احنا اتعلمنا في الجامعة اللي اتعلمناه نظام أكاديمي الكلام ده كله، وطبعا كلكم عارفين التعليم شكله ايه والتحصيل فيه شكله ايه، لكن التحصيل هيبقى هنا بقى. لما بنقول العلم يبقى احنا عايزين في رسالة المحاماة دي الأخلاق قبل العلم، الأخلاق قبل العلم. خلي بالك لما نيجي نقول الأخلاق قبل العلم احنا بنقول الكلام ده في القرآن، وربنا سبحانه وتعالى وصف به سيدنا محمد قبل نزول الوحي عليه وقال له وإنك لعلى خلق عظيم. خلي بالكم ما كانش الرسالة نزلت ولا الوحي نزل ولا سيدنا جبريل نزل على سيدنا محمد، بس ربنا وصفه قال له وإنك لعلى خلق عظيم. طب ده معناه ايه؟ معناه ان قبل ما تنزل الرسالة كان سيدنا محمد ربنا حطه في مكانة، وده الصفة اللي ما فيش اللي لا يعلى عليها اللي هي الخلق العظيم، وأصبح مؤهل لتلقي الرسالة من عند الحق سبحانه وتعالى. ولما نزل عليه سيدنا جبريل بالرسالة والوحي وقال له اقرأ، قال له ما أنا بقارئ، أنا بعرفش أقرأ. فكرر عليه طلب اقرأ، قال له ما أعرفش أقرأ. كرر عليه ثالث مرة، قال له اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. يبقى الكلام ده كله إيه؟ الأخلاق الأول والعلم اللي إحنا كله ده بنتكلم فيه. يبقى لازم يكون عندنا أخلاق، وبعدين العلم اللي إحنا اتعلمناه في الجامعة والعلم اللي هنتعلمه في رسالة المحاماة هو ده اللي إحنا بادئين بيه. طيب لما احنا نوصل لكده بقى، طب احنا ازاي هنبقى محامين؟ ازاي هنبقى محامين؟ محامي الشهود زي ما قلنا لها الاخلاق والعلم والادب والاحترام، ده المحامي. وبعدين المحامي، شوفوا احنا النهارده كلنا لابسين زي واحد، كلنا لابسين الروب، كلنا لابسين روب محامي ومحامية، فأنت شخص مميز وحضرتك شخصية مميزة. ليه؟ لأن أنت من أحسن الشخصيات اللي في المجتمع كمحامي، ولذلك حريصين إحنا على دي المظهر. المحامي لما تبقى ماشي في الشارع كده واي حد بيشوفك، مش كل الناس تعرفك او تعرفك، بس بيشوفوا الشخصيه اللي ماشيه، تصرف الحركه اللي تصرف ازاي، ماشي ازاي، بيتعامل ازاي، بيحترم الناس ازاي، بيتصرف ازاي، بيقول لك ده محامي يا قاضي، مفيش غير كده. ولذلك احنا حريصين على انكم كجيل جديد بقى لازم يبقى ده اساس بالنسبه لكم، الروب، البدله، الزي بالنسبه لكم بالنسبه للمحاميه ده اساس، لان ده بيديك وقار واحترام للمجتمع، بيديك وقار واحترام للمجتمع ليه، واحترام كل السلطات اللي انت بتتعامل معاها لشخصيتك. وده هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، لان احنا النهارده بنتكلم في السلوك، التعامل هيبقى ازاي. ده كله احنا لسه ما دخلناش في المحاماه،
احنا بنتكلم في اعداد شخصيه حضراتكم لكي تتحمل رساله المحاماه غدا. ده اللي احنا بنتكلم فيه. احنا بنحدد الشكل النهارده. النهارده احنا بنحدد وبنعمل كشف هيئه. ليه؟ لان اليوم ده اللي احنا هنبدا فيه مرحله حياتنا الجديده. لما نقول النهار اللي احنا بنقوله ده وحضرتك هتخرج النهارده بعد حلف اليمين بشخصيه تانية خالص جواك لازم تحسها وحضرتك لازم تبقي عارفاها كويس ان مجرد القسم لازم جواك كده بتتحرك حاجه غصب عنك مشاعرك بتتحرك لمرحله جديده انت بتفكر فيها انا هعمل فيها ايه. مرحله جديده انت تلقائي بتفكر فيها وتتعايش فيها مع نفسك انا هبدا المرحله دي ازاي وهعمل فيها ايه ومدى المسؤوليه فيها ايه. الامور دي كلها احنا بعد القسم بالظبط بنتغير. اكتر من كده بعد القسم بالظبط هيبقى ايه؟ بيت محامي. لان القسم او حلف اليمين شرط اساسي للقيد في نقابه المحامي. يعني اللي ما بيحلفش القسم قيده باطل. قيده باطل. لان المحامي مش موضوع مش سهل والا انت مش موظف عادي بتروح تقدم وتعين ولا لا لا ده انت ليك شروط. ما انت زي اي شخص. ولذلك لازم تبقوا حاسين بدي وعارفين مكانتك وشكلها ايه وعارفين رساله المحاماه اللي انتوا هتتحملوها شكلها ايه. ودي بتخليك تعتز بنفسك وتفتخر بنفسك. ده اللي احنا بنقوله وبنعده وبنبدا بيه وبعد كده هيبقى فيه بننقل رسالة المحاماة اللي احنا هنمارسها. طيب احنا بعد حلف اليمين بقى ايه اللي هيتم؟ بعد حلف اليمين خلاص انا هتعامل معاك كانك محامي، محامي وهطبق عليك قانون المحاماة. بمجرد حلف اليمين انت محامي، شوف بقى بتفرق بايه؟ ثانية واحدة. مجرد الانتهاء من القسم تغيرت تماما بالنسبه لوضعك في المجتمع، تعاملك في المجتمع، تعاملك مع كل فئات المجتمع، تعاملك مع النقابه اللي انت بتنتمي اليها، قانون المحاماه بيطبق عليك. يبقى اذا النهارده اصبحت مسؤول مسؤوليه كامله. طب لا الوضع ده بيترتب عليك ايه؟ بيحملك مسؤوليات، خلي بالك. يعني الحركه بتاعتك بحساب، الكلمة بحساب، التعامل مع زميلك بحساب، التعامل مع أي حد في الشارع بحساب، التعامل مع نفسك وأنت ماشي في الشارع بحساب، كل حاجة بحساب، محسوبة عليك. ليه؟ لأنك أنت أصبحت محامي، ودي لها شروط، ومش في أي مكان تقعد فيه، لأ. خلاص انت دلوقتي بقيت محسوب في المجتمع من الشخصيات العامه العظيمه اللي ده بيبقى بالنسبه لك تحركاتك كلها مرصوده. طيب الكلام ده اعتقد انا مش بقول، انا بقول قانون المحاماه اللي احنا هنبدا يطبق علينا بعد حلف اليمين. وبعد كده خلي بالك في حاجات مهمة جدا، يمكن كلمات بقى. المحامي علمه في مهنة المحاماة يختلف عن العلم في الجامعة. انت دلوقتي هتبقى عالم مفكر
مبدع، مخرج، منتج، عارض لوقاعة الدعوة اللي أنت أو حضرتك هتتوكلي فيها. خلاص إحنا النهاردة أنت بتمارس وبتقابل رسالة جديدة في الحياة، تتعامل معاها إزاي؟ طبيعة العمل ده بترتب عليه إنك بتخش في مرحلة جديدة خالص تتعامل فيها مع إيه؟ مع مهنتك. ده هنقولها بقى فين بعد كده. طب أنت لما تيجي إيه؟ لما تيجي توكل في قضية تعمل إيه؟ لازم تقرأ المحضر من أول كلمة بدأت. نفترض جنحة أو جناية بتبدأ ببلاغ، بلاغ من مجهول أو بلاغ من معلوم أو بلاغ من نجدة أو بلاغ من أي جهة بوقوع جريمة قتل. بتبدأ السلطات المختصة تتحرك في محضر ده البلاغ، وبعدين محضر ده، وبعدين ترجع النيابة، وبعدين النيابة تحقق، وبعدين النيابة تسمع الشهود اللي كانوا موجودين على مسرح الواقعة أثناء ارتكاب المتهم الجريمة أو الفعل المجرم. النيابة بتحقق ده كله، النيابة بتحقق أدلة مادية وأدلة قولية، النيابة بتحقق كل الأدلة التي لها علاقة بوقعة الدعوة، محل الاتهام ومحل المحاكمة. ده النيابة. طب أنت دورك فين بقى؟ أنت دورك فين كمحامي؟ دورك فين؟ أنت دورك كدفاع هو أخطر وأكبر دور في الدعوة. أكبر من المحكمة وأكتر من النيابة وأكتر من الشرطة. لأن دول كلهم بيشتركوا في تحرير دعوة جنائية. أنت بمفردك كدفاع مسؤول عن الدعوة دي منذ أن تبدأ إلى أن تنتهي. في بقى في عظمة أكتر من كده؟ في فكرة أكتر من كده؟ موضوع هنا بقى في الوقت ده تبدأ دورك كمحامي. طبعا اللي احنا هنقوله كلام بقى ايه، مش هنبقى نقوله في معهد المحاماة، و الامر الاخير اللي انا هتكلم فيه، في عندنا هنا في المحاماة الاحترام والالتزام. احترام زميلك الاول اساس، احترام زميلك الاول لازم. مهنتنا دي زي اكتر من القوات المسلحة، بالتجدول العام في بعد في ابتدائي في استئناف في نهض. حتى لو انت جدول عام وفي اكبر منك جدول عام يبقى تحترمه. عن زي التبعيه التدريجيه اللي في النيابه، احنا عندنا التبعيه التدريجيه الاجتماعيه المحترمه. ما تعليش صوتك على المحامي لانك انت بتتعلم منه. خلي بالك المحاماه دي المفروض، واحنا اتعلمناها كده، ان المحامي الكبير كان بالنسبه لنا هو كل حاجه في كل حاجه في حياتنا، كل حاجه. لا احنا اتعلمنا منه كل حاجه، اتعلمنا منه القانون، اتعلمنا المحاماه، اتعلمنا منه الفقه، اتعلمنا منه المراقبه، كل حاجه لا علاقه بمهنه المحاماه احنا اتعلمناها من المحامي. فدي شرط اساسي لنجاحك. احنا لغايه دلوقتي كلنا اهو احنا محامين اهو كبار اهو. لو محامي احنا مع بعض كده بنحترم بعض احترام، احترام داخل منا احنا، مش منظره. لا ليه؟ لان احنا اتربينا عليه، وده بيديك مكانة وبيديك احترام، وبيديك احترام لنفسك، وبيديك احترام والمجتمع ليك. فدي أهم حاجة لازم تبقوا أنتوا حريصين عليها. اوعى تقلد حد يكون بيتصرف تصرف مش كويس،
او بيتكلم كلمه مش كويسه، لا خالص. فده احنا بنأكد عليه وبنقوله. وخلي بالكم برضو قانون المحاماه مسؤول عنا مسؤوليه كامله اثناء ممارسه مهنه المحاماه، اثناء ممارسه المهنه، خلي بالك ممارسه المهنه. اما تمارس فعل مجرد او فعل لا يتعلق بممارسه مهنه المحاماه، لا، ما القانون ملوش. لكن القانون بيتتبعك ومظله ليك اثناء مباشره مهنه المحاماه، ده اللي هو لازم تبقوا عارفينه. وزي القانون ما بيحميك، فالقانون بياخد حقه منك برضو. يعني لو تطاولت تتحاسب، لو تطاولت على زميلك تتحاسب، لو تطاولت على الغير تتحاسب، لو اسأت تصرفك تتحاسب. القانون المحاماه كده، لان احنا عندنا حاجه اسمها اداره التاديب. فاذا القانون ليك وعليك. وعايز اقول اخر حاجه، ان نقابه المحامين هي الوطن، هي مصر اللي احنا اولادها، اللي هي بتحتضننا نقابه المحامين. اسرتك وطنك، امان، ضمان، نقابه المحامين. المحامي اللي قاعد جنبك ده اقرب ليك من اخوك. زمايلك دول كلهم اقرب ليك من بلدك، اقرب ليك من عيلتك، لانهم اول ناس بيتحركوا عشانك. ايا كان لازم يبقى الانطباع ده عندكم، ويبقى ده اللي هو بيننا وبين بعض. وان شاء الله باذن الله احنا قبل ما نقول القسم، انا معايا الاستاذ محمد الكسار عضو مجلس النقابه العامه، ومعايا الاستاذ محمد راضي عضو مجلس النقابه العامه. وهدول حريصين دايما كلنا على اننا بنيجي نحضر حلف اليمين، وحريصين على ان احنا نوصلكم لمرحله احنا عايزينها، احنا نتمناه. ليه؟ لان انتوا اللي غدا هتحملوا رساله المحاماه، واحنا بنسلمكم ان شاء الله الرايه، بس بشرط تكونوا اهلا لها، واحنا متاكدين ان انتوا قدها، وهتبقى ان شاء الله هنفتخر بيكم. وهنبدا دلوقتي نقسم عليكم القسم، ونبدأ وقوفا عشان نردد القسم. القسم بقى انت بتردد حسب حماسك لمهنتك. أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال، وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها، وأن أحترم الدستور والقانون. ألف مبروك، موفقين إن شاء الله.